بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الأولى بكلية الزراعة جامعة دمياط، وأبناؤنا طلاب العلم في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم مع الجزء الثالث من المراجعة التي نجريها على الجزء العملي استعدادا لبدء الامتحانات العملية اعتبارا من يوم السبت القادم. وإن شاء الله في هذا الجزء الثالث سوف نجري مراجعة سريعة على الثمار، وضروري جدا قبل ما تسمع المراجعة دي تحرص على انك تسمع شرح الثمار كما شرحته في الجزء الثاني من المحاضرة الثامنة. تسمع الشرح كويس جدا لان ده هيساعدك على فهم الكلام اللي انا اقوله في المراجعة دي. المراجعة ما هيش اعادة شرح لما تم شرحه قبل كده وتفصيليا، وانما هي تركيز على اهم المعلومات مع تطبيقات عملية تساعدك على إلمام هذا الجزء استعدادا لدخول الامتحان. لكن عشان تفهمه كويس لازم تكون سمعت الشرح بتاعه. في الامتحان هيجي لك 4 أسئلة. السؤال الأول زي ما قلت هيجي لك 3 نباتات تكتب التسلسل التقسيمي لهم. السؤال الثاني هيجي لك صورة لنورة يطلب منك توصفها وصف نباتي، ومع السؤال بتاع الوصف النباتي هيجي لك أيضا نوع زوج من النورات يطلب منك ان انت تقارن ما بينهم وتظهر الفروق اللي بينهم مستعينا بالرسم وكتابة البيانات، ويمكن انا اوضحت الكلام ده في الجزء الثاني من المراجعة. السؤال الثالث هيجي لك 2 نقطة في الثمار كما هو الحال في النورات، هيجي لك صورة لثمرة يطلب منك تتعرف عليها وتوصفها وصف نباتي، وهيجي لك زوج من الثمار يطلب منك تقارن ما بينهم بحيث تظهر أهم الاختلافات أو الفروق ما بينهم مستعينا بالرسم وكتابة البيانات. السؤال بالطريقة دي بيقيس مهاراتك العملية اللي انت اكتسبتها من خلال دراسة المقرر. بيقيسها ازاي؟ بيشوف أولا ان انت لو شفت نموذج نباتي أمامك من اللي انت درستهم تقدر تتعرف عليه وتوصفه وصف دقيق، دي مهارة عملية. تمام؟ الحاجة التانية لما بيجيب لك المقارنة بيختبر قدراتك العملية في التمييز ما بين النماذج اللي في بينها تشابه كبير، ويشوف انت هتقدر تفرق ما بينهم وتظهر الاختلافات دي كتابة ورسما ولا، وده مهارة عملية. تمام؟ الرسم مهارة عملية لانك ترسم النموذج بشكل يحاكي شكله الحقيقي وتظهر اهم مميزاته التركيبية بحيث توضح الفرق ما بينه وبين نموذج تاني مشابه ليه، دي مهارة عملية عالية جدا. قدرتك على إظهار الاختلافات كتابة أو شفاهة دي مهارة عملية برضو. السؤال الرابع هيكون عبارة عن بيانات بتصف تركيب أحد الأزهار باختصار، يعني حاجة شبيهة بالقانون الزاري، ويطلب منك إن أنت من خلال البيانات دي ترسم المسقط الزهري والقطاع الطولي وتكتب القانون الزهري وتنسب الزهرة إلى عائلتان نباتية. تمام؟ والجزء ده زي ما قلت لكم أنا شرحته في فيديوهين قصيرين، واحد فيهم بشرح إزاي تشرح زهرة وتستخرج منها بياناتها اللي احنا نجيبها لك جاهزة دي، وبعدين من البيانات بتطبيق خطوات معينة ترسم مسقط زهري بدون ما تحفظ. يعني كل الحكاية ان انا لو قدامي بيانات زهرة هقدر بتطبيق خطوات معينة ارسم مسقط زهري سليم 100% بدون ما احفظ المساقط الزهرية للعائلات المختلفة. الحاجة التانية في فيديو تاني برضو قصير شرحت ازاي من المسقط الزهري نفسه اللي انت رسمته تطبق خطوات معينة تقوم ترسم قطاع طولي مظبوط 100%، ودول رافعهم في التعليقات على المحاضرة بتاعة تركيب الزهرة. تمام؟ علاوة على كده الدكتورة إيمان شبكة شرحت في فيديو خاص لوحده طرق دراسة التركيب الزهري وإزاي تطلع بيانات الزهرة، ومن البيانات دي إزاي ترسم مسقط زهري وإزاي ترسم القطاع الطولي وإزاي تنسب الزهرة إلى عائلتها النباتية. والفيديو ده أنا رفعته لكم من يومين تقريبا أو يمكن يوم، وملاحظ إن الناس متابعاه وبتشوفه. فأنا في الجزء الأول شرحت لك إزاي تكتب التسلسل التقسيمي، في الجزء الثاني شرحت إزاي تتعرف على النورة وتوصفها وصف مظبوط،
واديت امثله للمقارنات بين كل زوج من النورات، في بينهم تشابه، ازاي ترسمهم وتظهر الاختلافات ما بينهم وازاي تفرق ما بينهم. في الجزء ده ان شاء الله باذن الله هدربك ازاي تتعرف على اي ثمره وتوصفها وصف نباتي مظبوط، وهدربك ايضا ازاي تفرق بين كل زوج من الثمار في بينهم تشابه وترسمهم رسم مبسط وتظهر الاختلافات ما بينهم ان شاء الله. بس قبل ما ابدا في المراجعه لهذا الجزء، تذكر هنا ان انا بعمل مراجعه سريعه وفي وقت ضيق، يعني هركز على النقاط المهمه اللي هي تهمك في العملي، وفي نفس الوقت هدربك بامثله تطبيقيه على كيفيه وصف اي نوع من الثمار وكيفيه التفريق بين اي زوج من الثمار في بينهم تشابه. لكن علشان تفهم كلامي ده كويس جدا لابد ان انت تسمع شرح الثمار اللي انا شرحته في المحاضره الثامنه، تسمعه كويس وتركز معاه علشان تلم بالموضوع. وصدقني لو سمعته كويس انت مش هتحتاج المراجعه دي، لان اي نوع من الثمار هيجي لك هتقدر ان انت توصفه، اي زوج من الثمار في بينهم تشابه هيجيبه لك تقدر ان انت تفرق ما بينهم وترسمه بمنتهى البساطه. ليه؟ لان انا شرحته تفصيلي واديت امثله تطبيقيه بالفعل وعملت المقارنات ديتي وعرفتك ازاي ترسم. تمام؟ ده غير ان الجزء ده اللي هو جزء النورات والثمار مش مهم بس في العملي، ده مهم ايضا في النظري، وهتيجي فيه اسئله في النظري، لكن انا هنا في المراجعه هركز على نقط معينه. وعشان ادربك على الحاجه اللي انا عايز ادربك عليها واهلك للامتحان العملي، لابد ان انا اذكرك ببعض المعلومات المهمه ولازم تكون ملم بيها عشان تقدر تعرف ازاي توصف. اولا لابد تعرف يعني ايه ثمره، ويعني ايه ثمره صادقه، ويعني ايه ثمره كاذبه. تعرف ايضا ما المقصود بالثمره البسيطه والثمره المتجمعه والثمره المركبه، لان ده اساس لازم تعرفه علشان تقدر توصف اي ثمره. الثمره بنعرفها، ومعلش تركز معايا لان مش هكرر علشان يعني ما اطولش في الفيديو، ولان انا ما نمتش اصلا طول الليل، الساعه دلوقتي حوالي 11 وعمال اسجل لك في الفيديوهات دي ورا بعضه علشان ارفعها لك واخليها متاحه عندك تقدر تراجع عليها النهارده، لان الامتحانات هتبدا من بكره ان شاء الله. بعرف الثمره، بقول الثمره هي عباره عن مبيض ناضج، يعني الثمره بتنشأ من مبيض ناضج، يبقى الثمرة هي عبارة عن ايه؟ عن مبيض ناضج، خلاص؟ طب ايه هي الثمرة الصادقة؟ الثمرة الصادقة اللي هي بتنشأ من المبيض فقط، اي ثمرة تنشأ من المبيض فقط هي ثمرة صادقة، لانها نشأت من المنشئ الطبيعي بتاعها اللي هو المبيض. طيب الثمرة الكاذبة، الثمرة الكاذبة هي الثمرة التي تنشأ من المبيض بالإضافة إلى جزء آخر من أجزاء الزهرة أو النورة. تمام؟ يعني الثمرة الكاذبة ما بتجيش من المبيض فقط، لا ده بتنشأ من المبيض وبيشترك معاه جزء آخر من أجزاء الزهرة أو النورة، في الحالة دي بنسميها ثمرة كاذبة. نقولهم بسرعة تاني كده، الثمرة كتعريف مطلق هي عبارة عن مبيض ناضج. الثمرة الصادقة حددها لي أهو، إمتى تكون الثمرة صادقة؟ أقول الثمرة الصادقة هي التي تنشأ من المبيض فقط. تمام؟ الثمرة الكاذبة هي الثمرة التي تنشأ من المبيض بالإضافة إلى جزء آخر من أجزاء الزهرة أو النورة. عرفنا ما؟ نيجي بقى للثمار البسيطة والمتجمعة والمركبة. إيه هي الثمرة البسيطة؟ وهي الثمرة المتجمعة والثمرة المركبة. الثمرة البسيطة هي الثمرة التي تنشأ من زهرة ذات مبيض واحد. خلي التعريف ده ثابت في ذهنك. الثمرة اللي أنا بحصل عليها لو لقيتها جاية من زهرة والزهرة دي كان فيها مبيض واحد، سواء كان المبيض ده بتاع كربلة واحدة أو عدد من الكرابل الملتحمة، يبقى ثمرة بسيطة. يبقى الثمرة البسيطة لها شروط، ان هي تيجي من زهره واحده، تكون ناشئه من زهره واحده، والزهره دي كان فيها مبيض واحد اللي هو نشات منه الثمره، سواء كان المبيض ده بتاع كربله واحده او عدد من الكرابل الملتحمه. طبعا وانا بشرح تركيب الزهره
كلمتك عن المتاع وقلت لك المتاع هو عضو التأنيس في الزهرة، وهذا المحيط اللي هو محيط المتاع بيتكون من أوراق متحورة تعرف بالكرابل، ممكن يتكون من كربلة واحدة وكل كربلة لها 3 أجزاء، مبيض اللي هو الجزء القاعدي المنتفخ وده المختص بتكوين الثمرة، وقلم اللي هو الجزء الأنبوبي، والميسم اللي بيبقى موجود في الطرف بيستقبل حبوب اللقاح. وقلت المتاع تاني إما بيكون من كربلة واحدة، وفي الحالة دي هيبقى له مبيض واحد، الزهرة هيبقى فيها مبيض واحد، أو يتكون من عدد من القرابل الملتحمة، وفي جميع حالات التحام القرابل لابد إن يحصل التحام من المبايض بتاعتها وتعمل له مبيض واحد. يعني ممكن القرابل تلتحم من المبايض وتكون مبيض واحد وتفضل الأقلام والمياسم سائبة، ارجع لدرس الزهرة وشوفه. وممكن يحصل التحام من المبايض والأقلام وتفضل المياسم سالبة، في الحالة دي هلاقي المتاع مكون من مبيض واحد وقلم واحد، لكن في نهاية القلم موجود عدة مياسم بعدد الكرابل. وممكن يحصل التحام من المبايض والأقلام والمياسم فيبقى المتاع كأنه مكون من كربلة واحدة. فلو أنت شفت حالات الالتحام كلها هتلاقي إن لازم يحصل التحام للكرابل من المبايض وتعمل مبيض واحد. تمام؟ فهنا تاني هذكرك أهو، المتاع إما مكون من كربلة واحدة، متاع الزهرة إما أن يكون مكون من كربلة واحدة فيبقى موجود في الزهرة مبيض واحد، أو مكون من عدد من القرابل الملتحمة. وقلت طالما القرابل الملتحمة لابد أن يحصل التحام من المبايض وتكون مبيض واحد. خلاص؟ يبقى لو المتاع مكون من كربلة واحدة هيبقى فيه مبيض واحد، عدد من القرابل الملتحمة هيبقى فيه مبيض واحد برضو، لأن القرابل لازم تلتحم من المبايض وتعمل مبيض واحد. تمام؟ الحالة الثالثة إن المتاع يكون مكون من عدد من القرابل السائبة، عدد من القرابل السائبة، فهتبقى كل كربلة لها مبيض، فالزهرة في الحالة دي هيبقى على التخت بتاعها عدة مبايض، فالمفروض كل كربلة لما تخصب المبيض بتاعها يكون ثمرة، فهتتكون عدة ثمار في الحالة دي داخل أو على التخت بتاع الزهرة. معايا كده؟ عدة ثمار اتكونوا من عدد المبايض اللي كان موجود على التخت، لكن كلهم متجمعين على تخت زهرة واحدة، وغالبا التخت بيحيط بيهم ويقفل عليهم ويعمل ثمرة واحدة. تبقى الثمرة هنا هتبقى ثمرة ايه؟ هتبقى ثمرة متجمعة. يعني ايه ثمرة متجمعة؟ يعني ثمرة تكونت من تجمع عدد من الثمار الصغيرة، نشأ كل منها من مبيض احد القرابل السائبة اللي كانت موجودة على زهرة واحدة، جمعهم التخت واشترك معهم في تكوين ثمرة واحدة، وبنوصفها بانها ثمرة متجمعة، وبتكون غالبا ثمرة كاذبة لان التخت بيشارك في تكوينها. انا بقول الكلام ده كله ليه؟ علشان اعرفك ازاي توصف وصف صحيح للثمرة بناء عن فهم، لانك لو ما فهمتش مش هتوصف صح. اول حاجة بحددها في وصف الثمرة هي هل الثمرة بسيطة ولا متجمعة ولا مركبة. احددها ازاي؟ الثمرة اذا لقيتها نشأت من نورة، يعني من مجموعة من الازهار زي ثمرة التوت وثمرة التين، يبقى الثمرة في الحالة دي بنسميها ثمرة مركبة. اما اذا لقيت الثمرة بتنشأ من زهرة واحدة فهي تكون حاجة من اتنين، اما ثمرة بسيطة او ثمرة متجمعة. احددها ازاي بقى ان هي بسيطة ولا متجمعة؟ الزهرة نفسها اشوف متاعها، الزهرة لو متاعها مكون من كربلة واحدة او عدد من الكرابل الملتحمة هيبقى فيها مبيض واحد، يبقى الثمرة اللي هتنشأ منها هتكون ثمرة بسيطة. فبنعرف الثمرة البسيطة بنقول هي الثمرة التي تنشأ من زهرة واحدة ذات مبيض واحد، سواء كان المبيض ده لكربلة واحدة أو عدد من الكرابل الملتحمة. أما لو الثمرة بتنشأ من زهرة متاعها مكون من عدد من الكرابل السائبة فهتبقى ثمرة متجمعة. تاني أقول الحتة دي بسرعة كده عشان سهل علينا عملية الوصف. الثمار بنقسمها في البداية إلى بسيطة ومتجمعة ومركبة. الثمرة المركبة هي الثمرة التي تنشأ من مجموعة من الأزهار، مجموعة من الأزهار بتشترك في تكوين ثمرة واحدة، تبقى ثمرة مركبة زي ثمرة التوت وثمرة التين. الثمرة البسيطة والمتجمعة بينشأوا من زهرة واحدة، بس الفرق ما بين البسيطة والمتجمعة إيه؟
ان البسيطه بتنشا من زهره واحده فيها مبيض واحد، سواء كان المبيض ده بتاع كربله واحده او عدد من القرابل الملتحمه. الثمره المتجمعه بتنشا من زهره واحده لكن بيكون فيها عده مبايض، لان القرابل فيها بتكون سائبه وكل كربله بيبقى لها مبيض مستقل بذاته. خلاص يبقى عرفنا البسيطه والمتجمعه والمركبه. المركبه يا اما تكون توتيه او تينيه، انتهت. المتجمعه بنحدد نوعها على حسب نوع الثميرات اللي هي كونت منها. فاذا كانت الثميرات اللي هي شاركت في تكوين الثمره المتجمعه جرابيه بنقول عليها متجمعه من عده جرابيات. اذا كانت الثميرات اللي كونت الثمره كل ثميره منهم عباره عن ثمره اكين، يبقى بنسمي الثمره كلها على بعضها ثمره متجمعه من عده اكينات. اذا كانت الثميره من نوع الحسله يبقى الثمره كلها ثمره متجمعه من عده حسلات، ولو كانت لبيه يبقى ثمره متجمعه من عده لبيات. وهديك امثله توضح لك الكلام ده، مش هسيبك كده، انا بس بديك الاساس المهم اللي يساعدك على الوصف. طيب لو كانت بقى الثمره بسيطه، هل بينتهي الموضوع على كده؟ يعني بقول الثمره بسيطه واروح قايل نوعها؟ لا، دي بتتقسم بتتقسم الاول الى قسمين كبيرين على حسب طبيعه جدار الثمره، على حسب طبيعه جدار الثمره. فلو جدار الثمره رقيق وجاف عند تمام نضجها بنقول على الثمار في الحاله دي ثمار جافه. اما لو جدار الثمره بيكون سميك ولحمي وطري عند تمام نضجها زي ثمار الطماطم وثمار التفاح والكمثره والسفرجل والعنب والحاجات دي كلها بنقول عليها ثمار غضه. يبقى المتجمعه سهله، بمجرد ما احدد ان الثمره متجمعه بقول هي متجمعه من ايه؟ من عده جرابيات، من عده اكينات، من عده حسلات، من عده لبيات. لو ثمره مركبه يا اما هتكون توتيه او تينيه. انما لو الثمره بسيطه همشي بقى في الوصف اكتر، فلازم احدد الاول هل هي من الثمار الجافه ولا من الثمار الغضه. الثمار الجافه اللي بيكون الغلاف الثمري بتاعها جاف وجامد عند النضج، اما الثمار الغضه اللي بيكون غلافها الثمري سميك ولحمي وطري عند تمام نضجها. ودي في منها عدة أنواع، الحسلة والتفاحية والعنبة والبيبو اللي هي القرعية والهسبريديم. والأنواع دي كلها أنا شرحت تركيبها وأوضحت الفروق ما بينهم، والفروق ما بينهم بسيطة مفيش داعي أن أنا أقولها هنا دلوقتي، نخليها وإحنا بنتكلم في الأمثلة التطبيقية اللي إحنا هنتكلم عنها دلوقتي تطبيق على الكلام ده. نيجي بقى للثمار الجافة، هل انتهى الوصف على كده؟ احدد نوعها؟ لا، ده بتتقسم الى ثلاث اقسام. هل الثمار الجافه دي اللي غلافها السمر بيكون جاف عند تمام النضج بتتفتح ولا ما بتتفتحش، ولا بيحصل لها انشقاق الى اجزاء كل جزء بيحتوي على بذره؟ ده اللي انا بحدده. ففي ثمار بتتفتح عند تمام نضجها، يعني جدارها جاف وعند تمام النضج بتنفتح بطرق مختلفة. ومن هذه الثمار الثمرة القرن زي ثمار البقوليات والثمار الجرابية والثمار الخردلة والخريدلة والثمرة العلبة اللي هي بتنفتح بعدة طرق، والكلام ده أيضا أوضحته في شرح أنواع الثمار، وهناخد أمثلة تطبيقية عليها سهل عليك العملية. بس انت تفهم دلوقتي لو الثمرة بسيطة هتقسمها الاول لجافة ولا غضة على حسب طبيعة الجدار. الغضة هتقول انواعها بعد كده على طول بناء على الاساس اللي اقوله لك. الجافة يا اما تكون جافة متفتحة او غير متفتحة او منشقة. المتفتحة دي ثمار جافة عادة بتحتوي على عدة بذور، علشان كده بتتفتح عند تمام نضجها عشان تنثر البذور منها وتساعد على انتشار النبات. ومن انواعها الثمار القرن والجرابية والخردلة والخريدلة والعلبة. أما الثمار الجافة غير المتفتحة فعادة هذه الثمار بتحتوي كل ثمرة على بذرة واحدة، فعند تمام نضجها لا يكون هناك حاجة لتفتحها لأن الثمرة بتبقى بداخلها بذرة واحدة. فبتستخدم في الزراعة حتى كأنها بذرة، بنستخدم الثمرة كأنها بذرة وبنزرعها بيخرج منها الجنين نتيجة لتحلل الغلاف الثمري. ومن انواعها بيبقى عندي الثمره الاكين والبره والسبسلاء والبندقه والجناحيه والكسيه، ودول اوضحناهم وهنوضحهم تاني دلوقتي. الثمار المنشقه
دي ثمار بسيطة وجافة، يعني جذورها بيكون جاف عند تمام النضج، وعادة بتحتوي على عدة بذور زي الثمار الجافة المتفتحة، لكن ما عندهاش خاصية التفتح. ربنا سبحانه وتعالى ما وهبهاش القدرة على إنها تتفتح عند تمام نضجها وتنشر البذور اللي فيها. طيب الحل هيبقى إيه؟ هنستخدمها زي الثمار الغير متفتحة في الزراعة زي ما هي؟ لا، هتبقى مشكلة، لأن الثمرة فيها أكتر من بذرة، فالبذور هتنبت جنب بعضها، يحصل تنافس، يهلكوا بعض. إنما ربنا سبحانه وتعالى وهبها قدرة تانية، إن هذا النوع من الثمار الجافة اللي بتحتوي على عدة بذور وملهاش القدرة على إنها تتفتح عند تمام النضج، بتنشق الأجزاء، يعني زي ما تكون بتتقسم لأجزاء كده بسكينة، تمام؟ كل جزء منهم بيحتوي على بذرة واحدة، علشان كده بيسموها ثمار بسيطة جافة منشقة، ومن أمثلتها الثمرة الكرزة والرجمة والخيمية والخبازية، ودول وضحتهم في شرح الثمار في المحاضرة، وهوضحهم لك دلوقتي من خلال صور ورسومات هعرضها عليك، فعايزك تركز بقى وانا بديك الامثله دي وبوصفها، وفي نفس الوقت بعد ما اخلص الوصف على الرسومات واعمل لك المقارنات الممكنه، هديك بعض الامثله التطبيقيه اللي هتساعدك على حل الاسئله اللي هتجيلك في الثمار في الامتحان العملي. ارجو ان انت تركز، وانا هحاول ان انا اركز لك على اهم الثمار اللي ممكن تجي لك في الامتحان، يعني مش هديك كل انواع الثمار دي، لا بالعكس، ده انا هختصرها لك وركز لك على اهم الثمار وابسط انواع الثمار علشان اسهل عليك في الامتحان ان شاء الله باذن الله تعالى. واول نوع من الثمار هنتكلم عنه او هندي امثله تطبيقيه عليه هي الثمار المتجمعه، وهركز لك على ثمره الورد وثمره الفراوله من الثمار المتجمعه. بعد كده الثمار الغضه، هديك ثلاث انواع واعرفك ازاي تميز ما بينهم، والتمييز ما بينهم بسيط جدا. وبالنسبه للثمار المتفتحه هنعمل مقارنه بين الانواع اللي فيه بينها تشابه والكلام ده، وهنسيب الثمار اللي هي الغير متفتحه والمنشقه ناخد منها الثمر الكرزه لان دي ابسط الانواع. فنبدا بثمره الورد، وهي ثمره متجمعه من عده اكينات. نبص على الرسم عشان الكلام ده واضح قدامي. ده قطاع طولي في زهرة الورد، التخت بتاعها مكعر زي ما انا شايف قدامي كده، والمتاع موجود داخل التخت مكون من عدد من الكرابل المنفصلة، دي كربلة ودي كربلة 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 كربلة. لما بيحصل الإخصاب، طبعا كل كربلة لها قلم اهو وبتنتهي بميسم، لما بيحصل الإخصاب مبيض كل كربلة بيكون ثمرة صغيرة ثمرة صغيرة ثمرة 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 ثمرة، والتخت بيشترك معاهم وبيروح مجمع الثمار دي كلها وقافل عليها عامل ثمرة واحدة زي ما ظهر قدامي أنا. يبقى الزهرة في النهاية ادتني ثمرة واحدة، لكن الثمرة دي في الحقيقة متجمعة من عدة ثمار صغيرة بنسميها ثميرات، وعلى حسب نوع الثميرة بنسمي الثمرة المتجمعة. فإذا كانت الثميرات المتكونة من النوع الأكين بنقول عليها ثمرة متجمعة من عدة أكينات. فثمرة الورد قدامها هي دي ثمرة واحدة، لما بنقطعها طوليا كده بنلاقي الثمرة دي مكونة من غلاف ثمر كبير، هذا الغلاف الثمر ناشئ من التخت وبيحوي بداخله عدة ثميرات صغيرة من نوع الأكين، فبنسميها ثمرة متجمعة من عدة أكينات. مثال عليها أيضا ثمرة الفراولة، هي ثمرة متجمعة من عدة أكينات، دي زهرة الفراولة الكاس أهو، وبيليه التويج ظاهر عندي، والطلع مكون من عدد من الأزدية، أزدية عديدة أكتر من 10، والمتاع مكون من عدد من الكرابل السائبة. تخت هذه الزهرة بيكون محدب بشكل الثمرة كده، وحامل عليه على سطحه الكرابل السائبة. لما بيجي يحصل بقى الإخصاب كل كربلة مبيضها بينمو ويكون لي ثمرة، اللي هي اللي أنا شايفها كنقط صغيرة دي، كل واحدة من دول عبارة عن ثمرة أكين صغيرة نشأت من مبيض احد الكرابل السائبه. وأثناء نمو الكرابل او المبايض علشان تكون لي الثميرات دي بينمو التخت ويتشحم وتصبح الثميرات مطموره فيه، وبيكون لي ثمره واحده شارك في تكوينها التخت بالاضافه الى الثميرات اللي نتجت من مبايض الكرابل السائبه، وبنطلق عليها ثمره متجمعه من عده اكينات.
هنا ممكن أسأل سؤال وأقول لك تعتبر ثمرة الفراولة وثمرة الورد من الثمار الجاذبة، علل. طبعا أكيد هي من الثمار الجاذبة، ليه؟ لأن الثمرة لم تنشأ من مبيض أو مبايض الزهرة فقط، وإنما شارك في تكوينها تخت الزهرة، فبنقول إن هي تعتبر من الثمار الجاذبة لأن تخت الزهرة شارك في تكوين الثمرة. الراسبري والبلاك بيري، هذا النوع من الثمار بيكون تخت الزهرة محدب وبيحمل عدد من القرابل السائبة، كل قربلة زي ما قلت لها مبيض وقلم وميسم. يمكن احنا لو بصينا على الصورة اللي قدامي هنا اللي هي بتاعت البلاك بيري هنلاقي الكأس اهو، البلاك بتاعته لسه موجودة والأزدية بقايا موجودة هنا، هي طبعا البتلات سقطت. المتاع هنا مكون من عدد من القرابل السائبة، يعني كل ثميرة من اللي احنا شايفينهم دي ناتجة من قربلة منفصلة عن الأخرى. وبلاحظ إن الجزء اللي مكون الثميرة اللي هو المبيض بتاع القربلة في موجود في قمته أثر القلم والميسم، يعني الجزء ده بيمثل أثر القلم والميسم بتاع القربلة وده المبيض. فطبعا بعد الإخصاب مبيض كل قربلة بينمو ويكون ثمرة صغيرة، وهذه الثمار تجمعت على تخت الزهرة اللي هي كانت مكونها، فبنسميها كلها ثمرة متجمعة من عدة، دي بنحددها على حسب نوع الثميرة. فالثميرة هنا حسلة لأن غلافها الثمر الخارجي جلدي والوسطي بيكون لحمي هو اللي بيتاكل، الداخلي بيكون خشبي صلب. فالثمرة هنا بنسميها ثمرة متجمعة من عدة حسلات، ليه؟ لأن كل ثميرة من الثمار من الثميرات الداخلة في تكوينها عبارة عن ثمرة حسلة. طيب لو جاب لي صورة لأي ثمرة من الثمار اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي ثمار الورد، الفراولة، البلاك بيري. طبعا ثمار الفراولة كلنا عارفينها، مجرد ان انا اشوف الصورة بتاعتها بعرف ان دي ثمرة الفراولة، ومن الكلام اللي احنا قلناه عرفنا ان هي ثمرة متجمعة من عدة اكينات. فالوصف هيكون كالتالي: ثمرة بسيطة، ثمرة متجمعة من عدة اكينات، ده الوصف اللي انا هكتبه. بس لو جاب لي ثمرة الورد حتى لو ما كنتش انت شفتها قبل كده، انا جايب لك صورتها اهو بالالوان امامك وشايف شكل ثمرة الورد، وده قطعته لي فيه عشان اوضح لك تركيبها وشرحت لك تركيبها، فبقى سهل عليك جدا ان انت توصفها ووصفها في 4 كلمات: ثمرة متجمعة من عدة اكينات. طب بالنسبة للبلاك بيري لو موجود امامي هنا ده، هنوصفها ونقول ثمرة متجمعة من عدة حسلات، وهنعرف يعني ايه حسلة لما ندرس انواع الثمار الغضة الان، وهنقل عليها بسرعة علشان ما اطولش عليكم. بالنسبة بقى للثمار الغضة، فالثمار الغضة من نوع الثمار البسيطة. يعني ايه ثمار بسيطة؟ يعني بتنشأ من زهرة واحدة ذات مبيض واحد، سواء كان المبيض ده لقربلة واحدة او عدد من القرابل الملتحمة. اذا هي ثمار بسيطة تنشأ من زهرة واحدة ذات مبيض واحد، وبنسميها غضة ليه؟ لان هذا النوع من الثمار بيكون غلافه الثمري اللي بيحيط بالبذرة او البذور اللي جواه بيكون سميك ولحمي نتيجة تخزين الغذاء، وبيصبح طري عند تمام النضج، عشان كده بنسميها غضة. يبقى الثمار الغضة هي ثمار بسيطة لأنها بتنشأ من زهرة واحدة ذات مبيض واحد، وبنقول عليها غضة لأن غلافها الثمري سميك ومتشحم وبيصبح طري عند تمام النضج. في منها 3 أنواع رئيسية: هي الثمرة الحسلة زي ثمار المشمش والخوخ والبرقوق والدوم، والثمرة العنبة زي الطماطم والعنب والبلح، والثمرة التفاحية زي التفاح. أقدر أميز بين الـ3 أنواع دول إزاي؟ علشان الثمار دي بيكون غلافها الثمري سميك ولحمي نتيجة تخزين الغذاء، بيتميز لـ3 طبقات: طبقة خارجية بنسميها الغلاف الثمري الخارجي، وطبقة وسطى بنسميها الغلاف الثمري الوسطي، والطبقة دي بتكون هي الطبقة اللحمية المخزنة للغذاء، وبعدين طبقة داخلية بتحيط بالبذور بنسميها الغلاف الثمري الداخلي. الـ3 أنواع الرئيسية دول متشابهين في طبيعة الغلاف الثمري الخارجي وطبيعة الغلاف الثمري الوسطي، لكن بيختلفهم عن بعض، وبقدر أميزهم عن بعض
بطبيعة الغلاف الثمري الداخلي زي ما هنشوف دلوقتي. يعني لو مسكنا أي ثمرة من الثمار الحسنة زي ثمار الخوخ أو المشمش أو البرقوق أو دوم والكلام ده، بنلاقي إن الغلاف الثمري مميز لثلاث طبقات كالتالي. الطبقة الخارجية بتكون جلدية ملونة، تمام، اللي احنا بنقشرها. الطبقة الوسطى زي ما أنا شايف كده في ثمرة الخوخ بتكون طبقة لحمية، هي دي اللي بتخزن فيها الغذاء وبناكلها، ده الغلاف الثمري الوسطي. بعد كده في الداخل في عندي غلاف ثمري متخشب، اللي هو لو كسرته هلاقي بداخله موجود البذرة، ده الغلاف الثمري الداخلي. ففي الثمرة اللي بيكون فيها الغلاف الثمري الداخلي خشبي بسميها ثمرة حسنة. يبقى تاني، الثمرة اللي غلافها الثمري الخارجي جلدي والوسطي لحمي والداخلي خشبي، تمام، دي بنسميها ثمرة حسنة، زي ثمار الخوخ والمشمش والبرقوق والدوم. تناولها الغلاف الثمري الخارجي فيها جلدي، الوسطي بيكون لحمي نتيجة تخزين الغذاء وده الجزء المأكول، الداخلي بيبقى خشبي. طيب نشوف ثمرة تاتم. الغلاف الثمري الخارجي بيبقى عبارة عن الغلاف اللي لونه أحمر رقيق جلدي. غلاف الثمري الخارجي بيبقى عبارة عن الطبقة الجلدية الرقيقة اللي لونها أحمر اللي بعض الناس بيشيلها، دي الغلاف الثمري الخارجي. طيب الغلاف الثمري الوسطي فين؟ اللي هو الجزء اللي لونه أحمر داكن ده اللي أنا بقى بحرك سن المؤشر عليه، ده الغلاف الثمري الوسطي، لونه أحمر داكن ولحمي متماسك كده، تمام؟ طيب الغلاف الثمري الداخلي فين هنا في الطماطم؟ اللي هو الجزء اللحمي اللي بعد منه اللي هو لونه فاتح ده، ده الغلاف الثمري الداخلي اللي هو بيحيط بالبذور. فهنا في حالة الطماطم دي ثمرة غضة، غلافها الثمري سميك ومتشحم وطري، تمام، بس الغلاف الثمري الخارجي بتاعها جلدي كما في الثمرة الحسنة، والغلاف الثمري الوسطي لحمي كما في الثمرة الحسنة، لكن الغلاف الثمري الداخلي فيها بيكون لحمي برضو. معايا؟ هذا النوع من الثمار بنسميه الثمار العنبة. طيب نشوف حاجة تانية من الثمار العنبة، هل هتبقى زي دي ولا مختلفة؟ زي البلح. طبعا مش جايب له صورة هنا، لكن كلكم عارفين ثمار البلح. ثمرة البلح من أي نوع من أي لون وطبعا لدرجة نضجها، سواء كان بلح جاف أو بلح رطب. لو أنت جيت تاكل الثمرة بتلاقي فيه طبقة في الخارج كده اللي هي الغلاف الثمري الخارجي بتشيلها في حالة البلح اللي هو الجاف ده اللي لسه ما تمش نضجه، زي البلح الأحمر والبلح الأصفر، بلح الزغلول والبلح السماني. الغلاف الثمري الخارجي عبارة عن الطبقة الجلدية اللي بيكون لونها أحمر أو أصفر، وفي البلح الرطب بتبقى عبارة عن الطبقة اللي لونها بيكون مسمر، الطبقة الجلدية الخارجية. بعد منها الغلاف الثمري اللحمي اللي احنا بناكله، الجزء اللحم ده اللي احنا بناكله ده عبارة عن الغلاف الثمري الوسطي. بعد كده بتلاقي في داخله موجود بذرة وبيحط بقى غلاف غشائي رقيق، هذا الغلاف الغشائي الرقيق هو عبارة عن الغلاف الثمري الداخلي. يبقى في حالة البلح بلاقي الغلاف الثمري الخارجي جلدي اللي هي الطبقة اللي بنشيلها، الغلاف الثمري الوسطي لحمي اللي احنا بناكله، الغلاف الثمري الداخلي بيكون غشائي. ده نوع تاني من الثمار العنبة. اقدر اجوز لك الكلام ده بمنتهى البساطة اقول لك ايه، في حالة الثمار العنبة بيكون الغلاف الثمري الخارجي جلدي، الغلاف الثمري الوسطي لحمي، الغلاف الثمري الداخلي بيكون غشائي كما في البلح او يكون لحمي كما في الطماطم والعنب. اما في حالة الثمرة الحسنة فتشبه العنبة في ايه؟ الغلاف الثمري الخارجي جلدي، الوسطي لحمي اللي هو بيتاكل، الداخلي بيكون خشبي. طيب نيجي للنوع الثالث الرئيسي اللي هو الثمرة التفاحية. بتختلف في ايه عن الثمرة الحسنة والثمرة العنبة؟ اختلاف بسيط في طبيعة برضو الغلاف الثمري الداخلي. بلاقي الغلاف الثمري الخارجي بتاعها بيكون عبارة عن طبقة جلدية رقيقة اللي هي بتبقى ملونة واللي احنا بنقشرها لما نيجي ناكل التفاح، تمام، يليها للداخل جزء سميك متشحم اللي احنا بناكله، ده عبارة عن الغلاف الثمري الوسطي، الغلاف الثمري الوسطي.
وفي منتصفه او في مركز الثمره بلاقي جزء شفاف كده غشاء يعني، بس بيكون صلب، بنقول عليه غلاف قرني، ده اللي بيحيط بالبذور، ده عبارة عن الغلاف الثمري الداخلي. يبقى في الثمرة التفاحية الغلاف الثمري الخارجي بيكون جلدي اللي هو الملون اللي احنا بنقشره، ويليه الغلاف الثمري الوسطي ده اللي بيكون متشحم ومكتظ بالغذاء المخزن وده اللي احنا بناكله، يعني بيكون لحمي، الغلاف الثمري الوسطي لحمي. وبعدين الغلاف الثمري الداخلي عبارة عن غلاف رقيق بس بيكون شفاف وصلب، بنقول عليه غلاف ثمري قرني. تمام؟ يبقى هنا الثمرة التفاحية اختلفت عن الحسنة والعنبة في طبيعة الغلاف الثمري الداخلي فقط ان هو قرني. يبقى تاني اجملهم بقى بسرعة كده عشان نقول لو جات لأي ثمرة من دول في الامتحان اوصفها ازاي. بنقول الثمار الغضة هي ثمار بسيطة لأن جماحها بتنشأ من زهرة واحدة ذات مبيض واحد، سواء لكربلة واحدة أو عدد من الكربلة المتحمة، وجميعها بيكون ذات غلاف ثمري سميك نتيجة تخزين الغذاء، واللي بيصبح طري عند تمام نضج الثمرة، ولذلك بنسميها ثمار غضة. وفي منها ثلاث أنواع رئيسية هم اللي أنا هركز لك عليهم، مش هشرح أنواعها بالتفصيل زي ما عملت في المحاضرة. تمام؟ هنختصر علشان الامتحان. الثلاث أنواع دي هي الثمار الحسلة النوع الأول، النوع الثاني ثمار العنبة، النوع الثالث الثمار التفاحية. الثلاث أنواع حسلة عنبة تفاحية بتتشابه في طبيعة الغلاف الثمري الخارجي، إن هو بيكون جلدي رقيق وملون، بيبقى ملون بألوان مميزة بتميز كل نوع نباتي بيكون هذا النوع من الثمار. الغلاف الثمري الوسطي في الثلاث أنواع بيبقى غلاف ثمري متشحم أي لحمي نتيجة تخزين الغذاء. الغلاف الثمري الداخلي هو اللي بيختلف في الثلاث أنواع، فبيكون خشبي في الثمرة الحسلة، بيكون لحمي أو غشائي في حالة الثمرة العنبة، بيكون قرني في حالة الثمرة التفاحية. لو جالي أي ثمرة من الثمار دي بقى في الامتحان، يعني جاب لي صورة لها، لأن طبعا قلنا مش هنجيب نماذج، لو جاب لي أي صورة لأي ثمرة من هذه الثمار، طبعا كل الأنواع أنا عارفها، في حالة الخوخ أو المشمش أو البرقوق هوصفها بأنها ثمرة بسيطة غضة، نوعها إيه؟ اللي هيحدد نوعها طبيعة الغلاف الثمري الداخلي، خشبي يبقى الثمرة حسلة. جاب لي ثمرة زي ثمرة الطماطم أو العنب أو البلح، هقول الثمرة بسيطة غضة، ها؟ عنبة. عنبة ليه؟ لأن الغلاف الثمري الداخلي بتاعها إما أن يكون لحمي أو غشائي. جاب لي ثمرة تفاح أو كمثرى أو سفرجل، هوصفها بأنها ثمرة بسيطة غضة تفاحية، اللي هي بتمتاز بأن غلافها الثمري الداخلي بيكون قرني. يبقى إحنا كده في المراجعة اللي إحنا بنعملها على الثمار، ركزنا على نوعين من الثمار المتجمعة، اللي هي الثمار المتجمعة من عدة أكينات زي الورد والفراولة، والمتجمع من عدة حسلات زي الراسبري، وركزنا على الثمار الغضة، خدنا منها الحسلة والعنبة والتفاحية. بالنسبة بقى للثمار المركبة مش هجيب لك منها حاجة، هخف عنك. وبالنسبة للثمار البسيطة الجافة، سواء كانت متفتحة أو غير متفتحة أو منشقة، مش هجيب لك منها أي حاجة في الوصف باستثناء ثمرة واحدة هركز لك عليها الآن، فتركز معايا لأن أنا بلم لك أهو، فهمتك النقاط الرئيسية اللي نتمشي عليها في الوصف، وركزت لك على نوعين من الثمار المتجمعة وثلاث أنواع من الثمار الغضة، وهديك نوع واحد من الثمار الجافة المتفتحة، ده بالنسبة للوصف. أما المقارنات فهديك أربع نماذج تركز عليهم، لأن دول هيجوا لك في الامتحان إن شاء الله، هيجي لك نموذج منهم. تمام؟ طيب نشوف الثمرة الجافة المتفتحة اللي ممكن تجيلي في الامتحان. أنا ركزت لك على نوع واحد فقط، شكله سهل وبسيط وتقدر توصفه. الثمرة اللي قدامي دي الثمرة، الجزء اللي أنا بشاور عليه بالمؤشر، غلافها الثمري هنا رقيق ولا سميك؟ بص على الجزء اللي فوق اللي منفصل ده، هتلاقيه رقيق. جاف ولا غض؟ جاف. تمام؟ يبقى دي من الثمار البسيطة، دي ثمرة القرنفل على فكرة عشان تبقوا عارفين. فالثمرة دي بتنشأ من زهرة واحدة ذات مبيض واحد، بيكون مكون من 2
الى 5 كرابل ملتحمه، يعني المتاع فيها بيكون من 2 لـ5 كرابل ملتحمه بتلتحم من المبايض فقط، تعمل مبيض واحد والاقلام والمياسم بتبقى سائبه. فطالما الثمره بتنشا من زهره واحده لها مبيض واحد، تمام، يبقى هي ثمره بسيطه، وانا شايف الغلاف الثمري بتاعها رقيق وجاف، تبقى من الثمار البسيطه الجافه. طيب هل بتتفتح ولا ما بتتفتحش ولا بتنشق؟ لا، هنا الثمرة دي من نوع الثمار العلبة، يعني بتبقى عبارة عن كبسولة كده بتحتوي بداخلها على عدد كبير من البذور، عشان كده بتتفتح. بس طريقة التفتح بتاعتها بتكون غريبة شوية، ان بيحصل انشقاق طولي جزئي كده في قمة الثمرة، بيحصل انشقاق طولي جزئي في قمة الثمرة، بيقسم الجدار الثمري عند قمته الى اسنان زي ما انا شايف بالشكل ده. فبنوصف الثمره في الحاله دي بنقول ايه؟ ثمره بسيطه، لان قلت لك نشأة من زهره ذات مبيض واحد، جافه لان غلافها الثمري جاف، متفتحه، علبه الاول، نحدد نوعها ان هي علبه متفتحه، التفتح هنا بالاسنان. تمام؟ هقول الوصف بقى على بعضه تاني، ثمره بسيطه جافه علبة متفتحة بالأسنان. ثمرة بسيطة جافة علبة متفتحة بالأسنان، دي نوع من الثمار اللي ممكن يجي لك في الامتحان. يبقى كده بالنسبة للجزء الأول من الأسئلة اللي هيجي لك في الثمار، هيجيب لك صورة لثمرة ويطلب منك بس تتعرف عليها وتوصفها، تكتب الوصف بتاعها الكلام اللي أنا بقوله ده. يا إما هيجي لك ثمرة من الثمار المتجمعة من عدة أكينات زي الورد أو الفراولة، أو ثمرة متجمعة من عدة حسلات زي الراسبري، أو يجي لك ثمرة من الثمار الغضة اللي هي العنبة أو التفاحية أو الحسلة، أو يجي لك ثمرة من الثمار الجافة المتفتحة بالأسنان زي ثمرة القرنفل اللي موجودة قدامي. فموضوع الوصف بتاع الثمرة اختزلته لك في عدد محدود من الثمار، تركز عليه كويس جدا. تاني هقولهم، هيجي لك يا اما ثمره متجمعه من عده اكينات زي ثمره الورد والفراوله وانا عرفتها لك، ثمره متجمعه من عده حسلات زي الراسبري او البلاك بيري اسف، تمام، هيجي لك ثمره من الثمار الغضه التفاحيه او العنبه او الحسله، او يجي لك ثمره جافه علبة متفتحة بالأسنان زي ثمرة القرنفل. دول تركز عليهم، هيجي لك منهم حاجة في الامتحان توصفها وصف مبسط بنفس الطريقة اللي أنا قلتها. طيب إيه اللي ممكن يجي لي تاني في الثمار؟ إن يجيب لك نوعين من الثمار بينهم تشابه ويطلب منك إن أنت تقارن ما بينهم مستعينا بالرسم وكتابة البيانات. طبعا لما بيجيب لك المقارنة دي هدفه ان هو يعرف هل انت استفدت من دراسة المقارنة ده من الناحية العملية، بحيث ان انت تقدر زي ما قلت قبل كده تميز بين ازواج النماذج اللي فيه بينها تشابه، يعني زوج من الازهار، زوج من النورات، زوج من الثمار فيه بينهم تشابه، وتظهر الاختلافات اللي ما بينهم كتابة ورسما ولا لا. فانا نقيت لك حاجات بسيطة هركز لك عليها ومش هكتر عليك. من الحاجات دي ايه؟ نشوف عندي ممكن يجي يقول لك ايه، قارن بين الثمرة القرن والثمرة الخردلة، او الثمرة الخردلة والثمرة الخريدلة، او الثمرة الجرابية والثمرة القرن، او الثمرة القرن والثمرة الكرزة. يعني بيجيب لك ازواج من الثمار اللي في بينهم تشابه، لكن في نفس الوقت في اختلافات محتاجة واحد يكون دارس وفاهم يظهرها. وانت درست خلاص الكلام ده، اتشرح شرح تفصيلي وعلى صور لنماذج حقيقية وبالألوان علشان نقرب لك الصورة لذهنك، وشرحته تفصيليا في المحاضرة بتاعت النورات والثمار. لكن أنا هنا بعمل لك مراجعة، فجايب لك أزواج الثمار، مش كلها طبعا، بعض أزواج الثمار اللي فيه بينها تشابه علشان أعرفك إزاي ترسمها وتظهر الاختلافات ما بينها. تمام؟ نمسك أول نوع عندي أو أول مقارنة جايبها لي، اللي هي المقارنة ما بين الثمر القرن والثمر الخردلة. دي الثمر القرن اهو، جايب لك رسمه مبسط عشان تقدر ترسمه، ودي الثمر الخردلة. تلاحظ ان كلا النوعين
من الثمار. انا هقول لك الاول اوجه الشبه وبعدين اقول لك الاختلافات. اوجه الشبه بين الاثنين ايه؟ ان كلا النوعين من الثمار اللي هي الخردله والقرن بتنشأ من مبيض واحد لزهره واحده، تمام؟ يعني هي عباره عن ثمار بسيطه، لكن الثمر القرن بتنشأ من مبيض لكربله واحده، اما الثمره الخردله نشأ من مبيض ناتج عن التحام كربلتين. ده اختلافه. كلا النوعين من الثمار ثمار جافه، يعني غلافها الثمري بيبقى رقيق وجاف عند تمام نضجها. كلا النوعين من الثمار هي ثمار متفتحه، وعند انفتاحها، وده بيحصل بعد تمام النضج لما جذرها بيجف تماما، بتنفتح عن طريق انشقاق جذرها طوليا في اتجاهين متقابلين، فيتقسم الجدار الى نصفين زي ما انا شايف كده في الثمره القرن والثمره الخردله. هي الثمر عند تمام نضجها انشقت طوليا في اتجاهين متقابلين فكونت نصفين، تمام؟ الاختلاف الثاني ما بينهم ايه؟ ان الثمره القرن لما بتنفتح علشان هي ناتجه من مبيض واحد لكربله واحده ما بيبقاش بداخلها مساكن، بتظهر الثمره على هيئه نصفين والبذور موجوده على كل نصف من النصفين، كل نصف بيحمل مجموعه من البذور. اما الثمر الخردله فعند انفتاحها بيظهر بين نصفي الجدار حاجز اللي هو كان بيقسم المبيض لمسكنين، لان انا قلت ان هي ناشئه من ايه؟ ناشئه من مبيض لكربلتين ملتحمتين، فالمبيض بداخله مسكنين بيفصل بينهم حاجز، هذا الحاجز هو اللي ظاهر ما بين نصفي الجدار بعد انفتاح الثمره اللي انا ماشي عليه بالمؤشر كده، وبيحمل على سطح البذور اللي هي الكور السوداء الصغيره اللي انا شايفها دي. طيب لما اجي ارسم، هرسم ايه؟ هترسم الثمره القرن بالشكل المبسط اللي انت شايفه قدامك هنا، وترسم الثمره الخردله بالشكل ده، ثمره طويله اضيق من الثمره القرن، عند انفتاحها بينشق الجدار طوليا الى نصفين زي ما انا شايف، ده نص منهم اهو اللي انا ماشي عليه بالمؤشر، وده النصف الثاني، وبيبقى موجود ما بينهم الحاجز اللي بيحمل على سطحه البذور. اوجه الشبه هتقول ايه؟ اوجه الشبه ان كلا النوعين من الثمار عباره عن ثمار بسيطه لانها بتنشا من زهره ذات مبيض واحد، وهي ثمار جافه متفتحه تنفتح طوليا عن طريق انشقاق جدارها في اتجاهين متقابلين فيتقسم جدار الثمره الى نصفين. الاختلافات في ايه بقى؟ الاختلافات كالتالي: ان الثمره القرن بتنشا من زهره واحده ذات مبيض واحد لكربله واحده، او تقولها بشكل تاني ابسط، ان الثمر القرن بتنشأ من مبيض لكربلة واحدة، اما الثمر الخردلة بتنشأ من مبيض واحد ناتج عن التحام كربلتين. ده الاختلاف الاولاني. الاختلاف الثاني ان الثمر القرن بتنفتح عند تمام نضجها الى نصفين او مصراعين، يعني كل نصف منهم بتسميه مصراع دون ظهور حاجز بينهما، اما الثمر الخردلة بتنفتح طوليا عند تمام نضجها الى نصفين، يعني الجدار بتاع الثمره بيقسم الى نصفين بينهم حاجز جاذب بتظهر عليه البذور. المقارنه الثانيه اللي هي الثمره الخردله والخريدله، خلي بالك خريدله دي تصغير خردله، فالاثنين متشابهين الى حد كبير جدا، الثمرتين اللي هي الخردله والخريدله متشابهين الى حد كبير جدا، الاختلاف بسيط جدا واظهره لك، تشابه في ان كل منهم عباره عن ثمره بسيطه، لأن كل من الثمرة الخردلة والخريدلة بتنشأ من زهرة واحدة ذات مبيض واحد، ولكن المبيض ناتج من التحام كربلتين في كلا النوعين من الثمار، وهي ثمار جافة بتنفتح طوليا عند تمام نضجها عن طريق انشقاق الجدار في اتجاهين متقابلين فيتقسم إلى نصفين زي ما أنا شايف كده في الثمرة الخردلة والثمرة الخريدلة اللي موجودة قدامي، جدارها انشق أهو طوليا فتقسم إلى نصفين، وكلا النوعين من الثمار بيظهر بين نصفي الجدار حاجز بيحمل البذور. طب الاختلاف في ايه بقى؟ الاختلاف هنا بيكون في شكل وحجم الثمره، فالثمره الخريدله اكثر من الثمره الخردله واعرض منها، يعني بتقول ان هي قصيره وعريضه، اما الثمره الخردله بتكون طويله وضيقه. تاني اوجه الشبه: كلا النوعين من الثمار اللي هي الخردله والخريدله ثمار بسيطة لأنها بتنشأ من زهرة واحدة ذات مبيض واحد، لكن المبيض ناتج من كربلتين ملتحمتين، وكلاهما ثمار جافة
متفتحة عند تمام نضجها وتنفتح طوليا عن طريق انشقاق جدارها في اتجاهين متقابلين. الاختلاف ما بينهم ان الثمرة الخرتلة بتكون طويلة وضيقة، اما الثمرة الخريدلة بتكون قصيرة وعريضة. المقارنة الثالثة اللي هي الثمرة الجرابية والثمرة القرن، والاتنين برضو ما بينهم تشابه كبير جدا، والاختلاف بيبقى موجود في حاجة واحدة بس هنقولها. فالتشابه في ان كلا النوعين من الثمار اللي هي القرن والجرابية ثمار بسيطة لانها بتنشأ من زهرة واحدة ذات مبيض واحد، والمبيض ناتج من كربلة واحدة. يعني تاني، ثمرة بسيطة لانها نشأت من زهرة واحدة ذات مبيض واحد لكربلة واحدة. خلاص؟ وكلا النوعين من الثمار ثمار جافة، يعني جدارها بيجف عند تمام النضج، ومتفتحة طوليا، يعني بتنفتح عن طريق انشقاق الجدار طوليا. بس في حالة الثمر القرن بيحدث الانفتاح في اتجاهين متقابلين، يعني بيحدث طوليا على امتداد التدريس الظهري والتدريس البطني زي ما وضحت وانا بشرح انواع الثمار. اما في حالة الثمرة الخريدلة، اسف الجرابية، فبتنفتح الثمرة عن طريق انشقاق جدارها طوليا في اتجاه واحد فقط، اي على امتداد التدريس البطني فقط، ما بيحصلش انفتاح على امتداد التدريس الظهري. فبتبقى عاملة زي الجراب بالشكل ده، كأنه جراب وبيحتوي بداخله على البذور. بتاني نقول اوجه التشابه، الجرابية والقرن ثمار بسيطة، وعرفنا بسيطة ليه؟ لأنها بتنشأ من زهرة واحدة ذات مبيض واحد لكربلة واحدة، وهي ثمار جافة متفتحة طوليا. الاختلاف بيكون ان ثمر القرن بتنفتح طوليا على امتداد التدريس الظهري والبطني، بيتقسم جدار الثمرة الى نصفين. اما الثمرة الجرابية بتنفتح طوليا على امتداد التدريس البطني فقط، فتصبح يعني تاخد شكل الجراب. اخر مقارنة هديها لكم وهكتفي بكده في المقارنات بالنسبة للثمار، هي المقارنة ما بين الثمر القرن والثمرة الكرزة. كلا النوعين في بينهم تشابه كبير جدا، من حيث ان كل منهم عبارة عن ثمرة بسيطة، اي نشأت من زهرة واحدة ذات مبيض واحد، والمبيض بيكون لكربلة واحدة، يعني مش ناتج من التحام كرابي، لا ده مبيض كربلة واحدة. وكلاهم ثمار جافة، يعني جدارها بيكون جاف عند تمام النضج. بس الثمر القرن بيكون ثمرة متفتحة طوليا على امتداد التدريس الظهري والبطني زي ما قلنا. اما الثمر الكرزة فهي ثمرة لا ينفتح جدارها ولكن ينشق، لان لو جدارها ما بيتفتحش وبتقف على كده هنقول عليها ثمرة بسيطة جافة غير متفتحة. لكن ده ما ينفعش ليه؟ لانها تشبه الثمر القرن حتى في شكلها، وبتحتوي بداخلها على عدة بذور زي ما انا شايف. هذه البذور بيوجد بينها حواجز، يعني يوجد بين كل بذرة والاخرى حاجز كده كأنه مقسمها من الداخل. فعند تمام نضج هذه الثمرة جدارها بيجف لكن لا تستطيع التفتح علشان تنثر البذور اللي موجودة جواها. فلو جواها بذرة واحدة ما كانتش هتبقى مشكلة، لكن جواها عدة بذور، لازم البذور دي تنفصل عن بعض علشان نزرع كل بذرة ويحصل انتشار للنبات وتكاثر. فاللي بيحصل ايه هنا بقى؟ ان الثمرة بتنشق فيما بين البذور، جدارها بينشق فيما بين البذور كده الى اجزاء، كل جزء منهم يحتوي على بذرة واحدة عشان اقدر استخدمها كتقاوي في الزراعة، او هي تنتثر وكل ثميرة او كل جزء من الثمرة ينتشر بعيد عن الاخر وبانباته يعطي نبات، انما لو فضل كده من غير تفتح هتبقى مشكلة. فالثمرة الكرزة في الحالة دي هنوصفها بنقول هي ايه؟ ثمرة بسيطة زي ثمر القرن، وده تشابه بينها وبين القرن، جافة برضو تشبه القرن في الصفة دي، غير متفتحة، لا ما اقولش غير متفتحة، طب متفتحة لا، انما اقول ايه؟ منشقة، اسمها ايه؟ كرزة. يبقى تاني، الثمر القرن هي ثمرة بسيطة جافة متفتحة انفتاح طولي على امتداد التدريس البطني والظهري، تمام؟ اما الثمر الكرزة هي ثمرة بسيطة جافة منشقة، وعشان بتشبه القرن بنسميها كرزة. ونكتفي بالقدر ده في المقارنات اللي احنا عملناها، ولم معاك الموضوع بسرعة كده من خلال المراجعات اللي انا عملتها لك، يعني في خلال وقت ضيق ضغطت على نفسي جدا فيه، ويعني
اضطريت ان انا اعمل كده لان انا عندي شغل كتير جدا، كل الشغل ده اجلته وحاولت ان انا اعمل لك المراجعه دي علشان اساعدك على المذاكره والاستعداد الجيد للامتحان اللي هيبدا اعتبارا من غدا ان شاء الله، وحاولت بقدر الامكان ان انا الم معاكم المنهج المام بسيط وسريع، اختصرت لكم حاجات كتير لكن ركزت في شرح الحاجات اللي انا قلت لك عليها لانها حاجات مهمه وهتيجي في الامتحان العملي علشان اساعدك على المذاكره والاستعداد للامتحان وانك تخش وتحل كويس جدا. الامتحان هيبقى نظامه 4 اسئله، السؤال الاول هيجي لك 3 نباتات هيطلب منك ان انت تكتب التسلسل التقسيمي لهم. في نباتين منهم هيكونوا اما من الطحالب والحزيات او من الحزيات والصراخس او الصراخس ومعرات البذور، قلت لك هتعمل التسلسل التقسيمي لحد الديفيجن بس. والنبات الثالث هيكون من النباتات الزهريه، وفي الحاله دي هتعمل تسلسل تقسيمي كامل بدايه من السوبر كينجدم انتهاء من السبيشيز. ده سؤال. سؤال هيجي لك في النورات عباره عن جزئين. الجزء الاول هيجيب لك صوره لنوره يطلب منك ان انت تتعرف عليها وتكتب الوصف بتاعها بس. والسؤال الثاني هيجيب لك زوج من النورات في بينهم تشابه، يقول لك قارن بين هذين النوعين من النورات مستعينا بالرسم وكتابه البيانات. فانت هترسم النوعين وانا عرفتك ترسمهم ازاي وباسلوب بسيط، ويعني رسم ما يحتاجش مجهود ولو فيه صعوبه، ده رسم تخطيطي وبسيط تقدر ترسم النوعين بمنتهى البساطه وتظهر الاختلافات ما بينهم بالرسم، وبعدين تكتب الاختلاف ما بين الاثنين وعرفتك تعملها ازاي. هيجي لك سؤال ثالث بقى في الثمار هيبقى عباره عن الاتي. الجزء الاول هيقول لك هيجيب لك صوره لاحد الثمار ويطلب منك تتعرف عليها وتوصفها زي ما عملنا في النورات، وانا دربتك على النماذج دي، حددت لك مجموعه من النماذج فقط وقلت لك ركز عليها وعرفتك ازاي تتعرف عليها وتوصفها. والجزء الثاني من سؤال الثمار هيجيب لك زوج من الثمار من ضمن ال4 مقارنات اللي انا اديتهم لك دول، ويقول لك قارن ما بينهم مستعينا بالرسم وكتابه البيانات. فانت هترسم بالشكل اللي انا موضحه لك امامك ده بالطريقه اللي قلت لك عليها وتكتب اوجه الاختلاف ما بينهم. السؤال الرابع بقى هو عباره عن وصف البيانات ظاهره بشيء من الاختصار، او بمعنى اخر هيكتب لك بيانات توصف تركيب ظاهره بشيء من الاختصار زي القانون الزهري كده، ويقول لك من خلال البيانات دي ارسم المسقط الزهري والقطاع الطولي واكتب القانون الزهري وانسب الزهرة الى عائلتين نباتية. وقلت لكم ان انا قبل كده عامل فيديو شارح ازاي بشرح زهرة واستخرج منها البيانات اللي بتدل على التركيب بتاعها في صورة رموز صغيرة كده، ومن خلال هذه البيانات اللي انا بطلعها من خلال تشريح الزهرة بطبق خطوات معينة اقوم ارسم مسقط زهري مظبوط ودقيق 100%، بس تطبق الخطوات اللي انا بقول عليها وهي خطوات بسيطه. وبعدين فيديو تاني صغير بشرح فيه ازاي من المسقط الزهري ارسم قطاع طولي بتطبيق خطوات معينه، فما بضطرش للحفظ. المهم المهاره عندي ان انا لما تجي لي زهره اشرحها بدقه واطلع البيانات بتاعتي بمنتهى الدقه واكتبها في صوره قانون زهري، وبعدين من القانون ده اطبق خطوات معينه او مرسم المسقط الزهري مظبوط بدون ما احفظ المساقط الزهريه لحوالي 18 20 عيله. ده بس اخد البيانات ومن البيانات بطبق خطوات معينه ارسم مسقط زهري، والمسقط الزهري اطبق عليه خطوات معينه او مرسم قطاع طولي. من خلال البيانات اللي انا طلعتها دي اقدر انسب الزهره لعائلتين نباتيه، لان كل عائله نباتيه ازهرها بتمتاز بصفه او اكتر بتميزها عن باقي العائلات، يعني بتمتاز بصفه او اكتر مش موجوده في اي عائله تانية غير العائله دي، والكلام ده برضو وضحته في الفيديو ده. والاكتر من كده في فيديو اعدته الدكتوره ايمان شبكه عن دراسه التركيب الزهري وازاي ارسم المسقط الزهري والقطاع الطولي واكتب القانون الزهري وانسب العائله النباتيه، والفيديو ده انا رفعته لكم من حوالي يومين وشفت ان في متابعه كبيره جدا عليه والناس بتشوفه، ده شيء كويس. ده الامتحان العملي. بالاضافه لكده ومن حرصنا ايضا على سلامتكم بنحاول نقلل تواجدكم ونقلل الكثافات داخل مباني الكليه او الجامعه حرصا على سلامتكم، وبنقلل من خروجكم ايضا،
فهنعمل الامتحان الشفوي في صورة 10 أسئلة اختيارية، هجيلك في ورقة لوحدها تجاوب عليها وانت قاعد في الامتحان العملي بسرعة، يبقى خلصت كده من الامتحان الشفوي كمان. وده نوع من التيسير عليكم ومن التسهيل عليكم نظرا للظروف المر بها ده، وحرصا على اننا ننجز الامتحانات العملية والشفوية في اقل وقت ممكن عشان نقلل من تواجدكم ونقلل الكثافات اللي هي بتبقى موجودة، وتنجزوا الامتحانات بسهولة ويسر، وربنا يوفقكم جميعا يا رب كده، وتحلوا حل كويس وتجيبوا تقدير كويس، والله المستعان. وعلى ما اعتقد ان انا عملت اللي عليا وزياده، لكن انا بحتسب ده كله ان يكون عمل صالح وخالص لوجه الله تعالى، ليس لاحد غيري فيه شيء، وادعو الله عز وجل ان يتقبله مني خالصا لوجهه الكريم، ليس لاحد فيه شيء وخالص لوجه الله تعالى وخالي من اي رياء او شهره او سمعه، وان يكون فيه النفع والفائده لكل طلاب العلم المسلمون، واحتسب الاجر لي ولكل من احتسبتهم ولكل من احتسبت لهم الاجر من اهلي، وادعو الله عز وجل القبول وان يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. والى ان القاكم في لقاء اخر مع مكرر جديد، استودعكم الله العلي العظيم الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في حفظ الله وامنه ورعايته، مع اطيب تمنياتي بالتوفيق والنجاح ان شاء الله باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.